ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أكدت صحيفة البايس الإسبانية يوم السبت أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء شكل أكبر انتكاسة للبوليساريو منذ انتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991. وكتبت الصحيفة واسعة الانتشار أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء هو ضربة موجعة للبوليساريو. وأوضحت البايس أن المغرب نجح خلال العقود الثلاثة الأخيرة في تعزيز موقفه في المجالات الدبلوماسية والتجارية، وذلك بفضل تحالفات دولية قوية. وسجلت اليومية أنه منذ سنة 2007 حين قدم المغرب للأمم المتحدة مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، توقف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن استخدام كلمة الاستفتاء في قراراته، وغير ذلك حرفيا واصفا مقترح الحكم الذاتي بذي المصداقية البراغماتي والواقعي. وقالت البايس وبهذه الطريقة دعمت الأمم المتحدة منذ عدة عقود موقف المغرب من قضية الصحراء. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.